السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم فيديو عن كيفية لعب صديقي توم متكلم، يعني إذا كان كل الحلول فاضية ما في مصاري معك، إذا كان صفر ما تمحي لعبة صديق توم المتكلم، تفوت عليها. هنا لما تكون هاي مثلا مثل هيك كل شيء هيك، وما معك مصاري يعني تلعب الألعاب عشان تجيب أكل وهيك، بتيجي في لعبة بتكون لازم تنزل اسمها ملاحقة توم للذهب، متكلم للذهب، بتنزلها بتصير يعني تلعب في ساحة ملا، بدها وقت طويل يعني عشان تيجي. راح اوقف الفيديو وفوت عليها بعدين بكمله. هم مثل ما انت شايفين وقفنا المقطع عشان نختصر الوقت، لانه الوقت ولا افوت على هاي هيك حكي الصور. شوف كيف بتلعبوا، لازم تجمعوا 42 قطعة وشوف قد ايه بعطيكم مصاري. ضفتكم 50 او اكثر. بس تخلص هاي تيجي هون بكتبوا لكم كولكت 6 لا هاي، تكبسوا هاي انتو فتوا هاي اللعبة. شوفيها بدي اعطوه المصاري، كان مش معاي كان 220، اعطوني 6 مصاري صار معاي 226. هسه راح ارجع افتلكوا عليها. احنا هسه قلنا 226، ما هسه راح نشوف، راح تشوفوا قد ايه صار معي. ايوه هي 40. شوف قد ايه يا ماما، هاي كولكت 6، ما احنا قلنا معانا 226. شوفوا قد ايه هي معانا مصاري. شوف قد ايه معانا 232. هاي طريقة ناجحة. بس شو راح اسوي، راح اعمل جرعة النوم. شوفوا لسه مش معانا 282 مصاري، لسه شوفوا قد ايه حيصير معانا. لسا جبنا 71. شوف الساعة قد ايه حس معانا مصاري. هون اعطونا بدي اعطونا 9، احيانا بحطوا لكم مثلا 26، احيانا بحطوا لكم 30، بس انا دغري عم بخسر هيك. كان بعطوني مثلا مصاري شوي، قلنا نحنا 182 مصاري، صار معانا 191. لسا معانا هسه 191، رح يصير معانا مصاري. شوفوا معانا هسه 191. هسه شوفوا
انا طبعا وقفت المقطع شوي عشان صارت مشكلة. شوفوا جينا حسين بس شو صار حسين اعطونا 12. شوف راح يصير معنا 200 مصاري، دام كان معنا 192 مصاري. شوف قد صار معنا، صار معنا 203 مصاري. يعني هاي الطريقة كتير ناجحة. ان شاء الله بنزله هذا الفيديو، هاي اللعبة اسمها هاي ملاحقة توم للذهب، نحمل جولد سفينة هاي لهيك. اخواني ان شاء الله تحطوا اشتركوا لايك قناتي، وحمل الفيديو الجاي عن لعبة هذا مستنقع. شو اسمها هاي؟ هجوم المستنقع، هاي هي اللعبة تعمل عنا، هي هون بالفيديو. ما طلعت هون بصرينا، بس يا اخوان ان شاء الله تحطوا لي اشتراك ولايك. مع السلامة.